هيكون صح. معاكم أبدي دكتورة ولا؟ ايه تفضلي. السلام عليكم بنات، معاكم مجموعة الذهب، اسمي شهد عايض وراح أتكلم عن برنامج الديسموس. ما هو برنامج الديسموس؟ هو برنامج يتيح لمستخدميه بالرسم باستخدام المعادلات الرياضية. مثل ما تشوفون قدامكم رسمة جاهزة، طبعا الرسم على هالبرنامج يختلف من شخص لشخص آخر، بس أنا راح أعلمكم شلون تطبقون نفس هذا الشكل. هو شكل لمصيدة نفطية نوعها محدبة. بنبدأ بصفحة جديدة. بعدين أول شيء راح أسويه راح أحدد نقاط، بضغط على علامة البلس وأد إكسبريشن، راح أفتح لي قوسين، لحظة، راح أفتح لي قوسين، وداخل القوسين راح أسمي النقاط بشكل عشوائي، وبس يعني فقط للتسمية، فمثلاً R و O، وأضغط على الأول راح يظهر لي النقطة واضحة. تطلع لي النقطة اللي هني، وأقدر أحركها بأي مكان أبي، فأنا بثبتها على 4. بعدها راح أضغط مرة ثانية Add Expression وأكتب معادلة المنحنى اللي هي Y تساوي، أفتح لي القوسين X ناقص أول نقطة سميناها اللي هي R، بعدين راح أحط تربيع، هي صايرة لفوق بس إحنا نبيها لتحت، فنحط السالب قبلها، زائد ثاني نقطة اللي هي الأو، راح على طول يطلع لي المنحنى الثاني. المنحنى الأول الرسم بس عشان اختصر الوقت، راح اعتبر هذه المنحنى صخور المصدر، وثاني منحنى اللي هو صخور الخازنة، وبحط وبسوي بسرعة ثالث منحنى نفس الطريقة، راح افتح لي قوسين، داخل القوسين راح اسمي اي نقطتين مثلا M و W، واضغط All، راح يكون عندي ثلاث منحنيات. نقدر بعدها نضيف الخط اللي يخصم الصخور الخازنة، فراح أضغط على علامة البلس وأد إكسبر، راح أضغط على التيبل بدال الإكسبريشن وأحط أي نقطة عشوائية مثلاً كذي، راح يطلع لي النقاط، ومن هذا العلامة اللي هني راح أقدر أتحكم بخواص النقطة، مثلا راح اخلي بينهم الخط، وان اقدر اعطيها خاصية السحب، اقدر اسحبها لفوق، حطيتها بمنحنى اللي هي الصخور الخازنة، بسبب اختلاف الكثافة راح يكون الغاز فوق والنفط تحته، واخر شيء اللي هو الماء، اخر شيء راح اضيفه اللي هو المستوى الخط المستقيم اللي فوق مستوى الارض يعتقد، فحط شهد الله عافيك، حطي الخطوط الثانية. أوكي لحظة، هي ثلاث خطوط صح؟ هي ثلاث خطوط، أول واحد قلتي اللي يكون الغاز، أي اللي تحت اللي خط ثاني تحته اللي هو النفط، وبعدين الماي. إذا ترفعين شوية خط الغاز شوية فوق، تمام أيوة، عشان يكون يكفي حق، ورفعي خط النفط عشان تحطين خط ثالث حق الماي، يكون أسهل أن يكون كلهم يعني فوق المنحنى مال
هاي تعتبر الطبقة الخازنة الحين صح؟ هي قاعد نحط هذه فيها الطبقة الخازنة. إيه. اللي نحط فيها اللي هو النفط والغاز مع الماء. شيء زين. ممتاز. آخر شيء راح أحط أضغط على علامة البلس وأد إكسبريشن مرة ثانية، وواي تساوي مثلا بحطها على النقطة 6 راح يطلع لي هذه. وبس من هني خلصت رسم المصيدة النفطية وراح أخليكم مع زميلاتي عشان يكملون. قبل المصيدة نحتاج احنا البرج مال الحفر وينه؟ اي ما عرفت احط صورة إدراج صورة، هو يكون إدراج صورة. اي بس انا ما عندي صورة البرج فما اقدر ادرجه. ما عندك اياها بالنت؟ طلعين تقدرين إدراج صورة، دشي على شو اسمه؟ ايوه النقل هذا ادور منه. ايوه كتبي اويل ريج رق كذي اي كذي، حطي ايميج تاعي. لا مرة ثانية نشوف، حطي ايميج صور، حطي بي ان جي، ما نبي هذه، حطي يم الاي ريج نقطة دوت بي ان جي، الحين سيرش. اوكي يصير هذا هذه اي واحدة فيهم اختاري، اي اختاريها، سيف ايمج. احنا ودنا بي ان جي على اساس انه شنو ما يطلع وراها باك جراوند. اوكي الحين اد ايمج، ممتاز صغرينها. شوفي الحين هي مشكلتها ان طلع وراها المربعات هذه، احنا ما نبي هذه المربعات، يكون دورين واحدة. ما خاف روحي فوق، حطيها فوق عادي، صعدينها فوق. لحظة شوي تمام. ايه بس طقي كليك برا خلينا نشوف. ايه شوفي هي بس صاير وراها الباك جراوند مو حلوة. اذا تشوفين صورة ثانية ما يكون وراها باك جراوند نفس هذه، نفسه روح حق الفيجرز المساعد ساعة طلعتيهم صور، الويندو اللي فتحتيها مساعد. أيوة تنزلين تحت خلينا نشوف شنو في صورة أحسن. تنزلين شهد قاعد أنزل دكتورة معلق وطالع شنو؟ لكم إيه شي أوكي زين ولا في واحدة تسوينها سيف أز، خلنا نقي واحدة ثانية شوي الباك جراوند مالتها شوي، طقي كليك عليها. لا أنا أقول لك أيوة اللي عليها شعلة هذه هذه، أي هذه لا 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 أيوة هذه، طقي كليك عليها فتحيها أول. أوكي دائما إذا تحفظون صورة عقب ما تفتحينها سوينها سيف. شوفين يقولش داون هذا، لا جرامرلي وين الداونلود هذا مالها؟ داونلود اوريجينال حطي داونلود. من فتح لنا؟ اوكي نزلت، نزلت فتحيها. اوكي اديت كوبي، حطي اديت فوق فوق هني هني فوق. لا 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 هذا شوف او سيبيها، سيبيها عندك، تقدرين تسوي سيف از من الفايل فوق، روحي حق بريفيو فوق. لا مو من الرسمه، مو من هني، شفتي فوق على رسمه التفاحه فوق. لا 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 رجعي على الصفحه اللي فتحتيها مصعب. لا لا رجعي على الصوره، تلقينها لا تلقينها في هذا البريفيو. اي روحي حق فايل فوق فوق، صوره التفاحه، رسمه التفاحه، فايل ايه سيف از او سيف، تحطينها سيف مثلا وسيفيها في مكان معين. لحظة هي صارت بالداونلود، تقدرين هذه من الداونلود تقدرين تاخذينها فوق فوق، اول واحده بالداونلود موجوده هذه طلعتها هني طلعتيها. اوكي خلينا نسوي اديت كوبي، شلون اضغط اديت كوبي؟
خلني أقول لك شغلة ثانية تسوينها أسهل، روحي حق الفايل مالك نفسه مال ديسموس، هني هذا ديسموس مالك وين الويندو، هذا ديسموس حطي أد، بتحطين فيجر الحين صح؟ أد إيه، تروحين إيمج، أوكي روحي حق الداونلود، أوكي أول واحدة فوق، أول واحدة عندك هذه فوق 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 الشعلة، لا لا فوق 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 أول واحدة، لا حطي open، لا لا أنت مساعة دخلتي عليها وينج الداونلود، إيه فوق أول واحدة كانت، لا الداونلود مو دوكيومنتس، روحي نزيد داونلود أيوة، هو كان بالداونلود دكتورة بعدين سحبتها للديسكتوب، هو هني أوكي تمام عين نزليها، اوكي شفتي شلون صارت اوضح؟ ايه المربعات اللي وراها دائما اذا بتنزلين صوره لازم اول شيء تنزلين صوره وبعدين تحفظينها، ما تاخذينها كوبي من الموقع، اوكي وشيلي القديمه، حطيها فوق بالنص عند القمه احسن عشان يعني نعرف ان المكان اللي بيحفر كذي. إيه تقدرين تزين عمود نازل من مثل الخط هذا بس يكون رأسي كأنه هو الحفر، لا دكتورة ما أعرف له، نفس اللي سويتي الخط هذا بدأ ما يصير أفقي يصير رأسي، شو نضفتي يعني على الإكسات، يعني على الإكس راح يكون إيه راح يكون بدال الواي، إيه راح يكون إكس تساوي كذي، راح يكون هو بالواي موازي حق الواي، إنزين أنت مو مساعة حطيتي خاصية إنك تحركينه؟ لا هذا الخط ثابت، في خط ثاني. تبين النقاط الثانية لحظة؟ إي أنا أبي النقاط الثانية تحطين يمتد من نفس شلون ضفتي مساعة الخط وإمكانية إنك تحركينه كنتي؟ إي لحظة بس دكتورة، شذي تبينه؟ إي وصلي أيوة تمام، لا تحت هني؟ لين النفط، وين النفط؟ هني النفط، النفط لأن بعد الخط الأسود الماي، فهني النفط راح يكون، راح يكون عندي غاز نفط بعدين ماي فوق شوي، تمام تقدرين تعرضين الخط ولا هذا وحده؟ شلون أعرض الخط؟ خلينا شوي هذا وحده، أقدر أوخر النقاط اللي فيها، شيلي النقاط شيلي النقاط تمام، لا شوفي الخط شيل النقاط بس كذي بس ما يبين حل بدون النقاط، لا مو مشكلة احطه بلون ثاني، لا 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 اسود اسود عادي زين تمام بين اي، بس شوفي الخطوط الثانيين هذول الافقية هم شيل النقاط منهم، اوكي لحظة هذه بعدل من فيها شوي، لازم لين يتقاطع عادي، الأزرق عادي بس خليه يصير أفقي عدل، كنا مايل شوية يعني أنا قاعد أعدله شوي شي زين، ممتاز شيل النقاط مالتهم، شذي بس ممتاز ممتاز اوكي بس من هنا خلص هذا هو، انزين سايبينها هذه عشان نبعثلينها ليها ان شاء الله، بنات كل اللي اشتغلتوا عليه تسيبينه وترسلينه لي، تمام الحين عرفتي شلون تسوين خط راسي، هذا انت اللي تعلمتي او انت تعرفينه بس ما طبقتي، عرفتي شهد ودراج صوره الحين تعلمتيها مو صعبه، تمام بعد في عندك زميلاتي بيشرحون بعد وراي، يشرحون شنو؟ المصدر زين تخلي الصورة عارضتها انت احسن ويتكلمون ولا راح يعرضون باوربوينت عندهم.
لا بس أنا اللي راح، أنا بس اللي طبقتهم في الشروحون بس كذي على طول يعني. إنزين يعني فيس أحط الرسمة أرجعها. إيه أساس يشرحون، تمام. ما نبي نشوف صورة كذي. تمام أوكي، الحين من تمام نتكلم عن أنا شوق خالد. أوكي تفضلي شوق. راح نتكلم عن السجل الجيولوجي. رقم واحد، حركة أرضية خافضة تحت مستوى سطح الأرض أدت إلى ترسب الطبقات. رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة. اثنين، قوة الضغط جانبي أدت إلى تكوين طية محدبة. واحد وثلاثة. لحظة، شلون طية محدبة؟ أنت قاعد تشرحين شنو الصور؟ تشرحين صورة ولا صورتها هي اللي عرضتها؟ شوق، شوق معاي؟ الدكتورة على الصورة، الصورة اللي دزيتها لكم؟ شوق معاي؟ شهد عرضي لنا الصورة اللي موجودة بالباوربوينت اللي دزيتها لكم، هم إذا تقدرين تدرجينها هني. تمام، على أساس إن نشوفها. أي صورة دكتورة؟ اللي قاعد تشرحها هي من اللي دزيتها لكم من الموقع صح؟ الباوربوينت نفسه تعرضينه لي؟ باوربوينت، إحنا مو مسوين باوربوينت على الديسموس، لا يعني بس مسوين القديم اللي أول مرة سويناه. إيه هذا هو، بس عشان تورينها الصورة. هي قاعد تتكلم عن الصورة عدل؟ إيه لحظة بس دكتورة، خلاها تدخل على ال الجروب إن شاء الله الديسموس. إيه طالع دكتورة ولا؟ لا قاعد يفتح معي. أوكي تروحين حق الصورة هذه، ثالث واحدة، ثالث سلايد، سلايد رقم ثلاثة. إيه سلايد ثلاثة، لا فوق فوق ثلاثة. هذه الصورة، إيه هذه اللي قاعد تشرحين البترول في الطي المحدد. إيه هذا اللي أنت رسمتيها صح؟ فشوق الحين تتكلم ترسب الطبقات. أي دكتورة يلا شرحيها. رقم واحد، حركة أرضية خافضة تحت مستوى سطح البحر أدت إلى ترسب الطبقات من واحد لثلاثة، من واحد لأربعة. إحنا نقول هي أصلاً الطبقات كانت مترسبة في تحت مستوى سطح البحر. أي أوكي. رقم اثنين، قوة ضغط جانبي أدت إلى تكوين طية محدبة. واحد إلى ثلاثة. زين. رقم ثلاثة، بسبب التغيير في كثافة الغاز والنفط والماء تكونت لدي ثلاث طبقات من الأقل كثافة إلى الأكبر كثافة. إحنا نقول طبعاً الطبقات لما ترسبت في تحت مستوى سطح البحر، عندنا الطبقة اللي فيها مثلاً الشيل أو الحجر الطيني الصفائحي، في مواد عضوية. أوكي، المواد العضوية مع الضغط والحرارة طبعاً مع المدة، زين صار تكون عندي هو البترول. تمام تمام أوكي، وبعدين صار هجرة حق البترول من صخر الخاز، من صخر المصدر إلى صخر الخازنة. شوق أنت مشغلة التليفون ويا شيء ثاني قاعد يتصدر؟ بس تليفون. إنزين كمل الشرح. بس دكتورة هذا هو السجل الجيولوجي. هذا هو؟ إيه. أوكي، في أحد ثاني بيشرح؟ إيه البنات بعدي. منو؟ السلام عليكم معك شهد. راح أقول نبذة عن المصيدة النفطية اللي صممناها إحنا. صممنا مصيدة نفطية من نوع المصائد التركيبية، مصيدة الطية المحدبة من خلال تطبيق ديسموس. يقصد بالمصائد النفطية التركيبية هي تلك المصائد التي تكونت نتيجة تغير في طبقات الترسيب بسبب الحركات الأرضية التكتونية، مما أدى لتكوين مصيدة الغاز والنفط، ومن أمثلتها هي مصائد الطيات والصدعية. ويقصد بالطية المحدبة هي إحدى أنواع الطيات، حيث يكون تحدب الطبقات نحو الأعلى وتميل أجنحتها مبتعدة عن المستوى المحوري. وتعتبر الطية المحدبة من أكثر الأماكن المفضلة لتواجد النفط، حيث تشكل مصائد للنفط والغاز الطبيعي، والدليل أن 80% من نفط العالم وجد في مصائد الطية المحدبة. الكثافة المنخفضة للنفط مقارنة مع الصخور المجاورة له،
في منطقة تكونه تجعله يهاجر إلى أعلى، ولكن هو يتوقف عندما يحبس في طبقة غير منفذة، حيث أن أهم شرط لتواجد الغاز أو البترول أو كلاهما في الطية هو تواجد الصخر يصلح كمستودع. الحين خليك مع سهام راح تتكلم عن العناصر. بس بسرعة في جدانا نص ساعة عشان المجموعة الثانية. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا العناصر صخور الخزان. صخور الخزان هي عبارة عن طبقة صخرية ذات مسامية ونفاذية عالية ليسمح الصخر باحتواء النفط داخله، حيث أن المسامية هي الحجم الكلي للفراغات بالنسبة لحجم الصخر، بينما النفاذية هي قدرة الصخر على إمرار الماء من خلاله كما هو في الحجر الرملي. 2، صخر الغطاء، وهو عبارة عن طبقة صخرية غير منفذة تعلو صخر الخزان لتمنع الهجرة الرأسية للنفط مثل صخور الجبس اللامائية. 3، مصائد بترولية، وهي عبارة عن تركيب صخري جيولوجي يشمل صخر الخزان والغطاء الصخري منظم بطريقة مناسبة تمنع استمرار الهجرة الرأسية والأفقية مثل المصيدة القبوية تركيبية أو مصيدة عدم توافق طبقية. 4، تواجد النفط، أن تجمع النفط بكميات اقتصادية في طبقة المكمن بعد تكوين المصيدة النفطية يعطيها صفة المصيدة النفطية. أخليكم مع شمة. مرحبا. السلام عليكم. راح أتكلم عن الهجرة. مرحلة الهجرة هي المرحلة الثانية من مراحل تكوين النفط، ففيها يهاجر النفط من مناطق تكونه من صخور المصدر حيث الضغوط المرتفعة متجهة إلى مناطق أخرى حيث الضغط أقل. ومن العوامل المسببة لهجرة النفط والغاز الطبيعي تضغط الرواسب، ضغط الغاز الطبيعي، الضغط المائي، الحركات الأرضية العنيفة، وقوة الإزاحة إلى الأعلى، وتوفر قنوات متصلة مع بعضها البعض تمثل المسامية والنفاذية للصخور والخاصية الشعرية. أنواع الهجرة في نوعين، الهجرة الأولية والهجرة الثانوية. الهجرة الأولية هي حركة انتقال البترول من صخور المصدر، هي الصخور المولدة، إلى صخور الخزان رأسياً. أما الهجرة الثانوية وهي حركة البترول داخل الحوض الترسيبي بعد خروجه من الصخور المولدة. وبس دكتورة، شكرا. نبلش الحين مع المجموعة الثانية. خلصوا صح مجموعة الذهب؟ عندي مجموعة العقيق. لا سوري دكتورة، شلون أوقف المرجان اللي بقيته؟ دكتورة احنا العقيق. اي صح صح معاكم العقيق، تفضل. منو مع هديل؟ اي نعم هديل. عدل؟ اي نعم دكتورة. اي يلا تفضل. معك امر شهد، اذا تشيلين شير سكرين وهديل تاخذها. هديل كعب اسوي شير سكرين. يلا هديل. ألو، واضح يلا. الصوت واضح الصوت، بس نبي نشوف شاشتك هديل. هنسوي شير سكري. يلا هديل. طالع عندكم دكتورة مبين؟ تلفون. إيه دكتورة، لأن أنا مسوي حسابي بالدسمس على التليفون منزلته. بس عادي تفتحين أنتي برا على الكمبيوتر. إيه بس أنا شوي عندي اللابتوب يعلق، فهني أسرع أحسن. يلا تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نرسم نموذج لطية محدبة وتعتبر من المصائد التركيبية النفطية، وإن شاء الله راح استخدم بالدسموس معادلة المنحنى لرسم الطية. أول شيء راح نكتب Y، راح أحط أصغر أو تساوي، AX تربيع زائد B طبعا أنا راح أغير، حطيت متغيرات عشان راح أنسخ المعادلة يكون علي أسهل، وأغير فصل هذه الفصل تليفونك. هديل فصلت الشاشة هديل. مبين كذي دكتورة؟ فصلت الشاشة عنا ما نشوفها. الحين تبين؟ للحين ما طلعت. سوي شير سكرين. بعد ما طلع. أيوة الحين طلع. طبعاً راح أغير بحجم الطية. راح أسوي الدسموس مسوي لي خاصية نسخ المعادلات، راح أنسخ المعادلة مرتين وأغير بالمتغيرات وأحط أحرف ثانية عشان أغير. أحط أي أحرف. راح أغير باللون. آخر طبقة راح أغير عندي. وبعدهم أغير باللون. كذي أنا رسمت الطبقات. الحين راح أسوي سطح الأرض، خط سطح الأرض. هديل تقدرين تنزلهم كلهم تحت محور X؟ إيه هذي أقدر. إيش رايش تنزلينهم عشان محور X هو يمثل لك سطح الأرض؟ مو أحسن؟ خلاص إن شاء الله الحين ننزلهم. تمام بعد. أيوة بعد نزلي الوسطي. اوكي تمام البرتقالي يصير هي الطبقة الأخيرة. أيوة الحين راح أعتبر وسعين بينها الطبقة الأخيرة لأنه وايد لا خليه يكون متوازين أحسن. الطبقة البرتقالية الأخيرة اللي خسر متوازية معاهم. أيوة أي حلو. الحين راح أحط خط سطح الأرض ولا أعتبره هو خط الأعداد؟ إيه أدرجي خط على أساس إنه يبين لون. إن شاء الله راح أضيف معادلة، راح أقول y تساوي y راح تساوي صفر عشان راح تصير على خط الأعداد. والحين أسوي إدراج حق البرج. هذا هو البرج. الحين راح أحط أقسم طبقة صخور المكمن أو الخزان إلى ثلاث طبقات. ليش ما سويت زميلتي بالجروب اللي طاف؟
راح أحط أي نقاط. راح أحط الخاصية إني أطلع الخط وأقدر أحركه. راح أنا أحركه بهالشكل. أول شيء عندي طبقة الغاز، بعدين راح أسوي حط الخاصية إني أطلع الخط، راح أحركهم بهالشكل. هذا كله قاعد تحركينه بصبعك صح؟ إي ممتاز. وأنزل الطبقة اللي تحت بعد شوية عشان أقدر أحط خط الماي. راح أضيف بعد خط. بعد شوية بيش ترفعين شوية. أرفع؟ شوية. أيوة تمام. الخط الأحمر يبي لك توصلينه يتقاطع مع المنحنى، لأنه شو متقاطع معه. ممتاز. فأنا الحين سويت الثلاث طبقات اللي هي صخور المولدة، طبقة صخور المصدر، وعندي طبقة صخور الغطاء، صخور المكمن وصخور الغطاء، وعندنا صخور المكمن الخازنة اللي هي تنقسم ثلاث طبقات، الغاز والنفط والماي. والحين أترككم مع زميلاتي عشان يكملون شرح النفط. ثواني بس توخرين النقاط هذولا. إيه أوكي. الخطوط. وحفظيها عندك عشان تطرشينها لي بعدين. تمام؟ إن شاء الله. ممتاز. الحين من راح يتكمل؟ خلينا نشوفها كلها الرسمة كاملة. حلو، تنزلين تحت شوية نشوفها كلها. كذي راح تصير، لأن راح نقصها وتصير كذي. لا لا، أنا أبي نزلي تحت شوية. تمام، بعد نزلي. شيلي المعادلات، السهم مال المعادلة اللي يفتح الويندو ما تسمع كذي. تمام. حلو، قواك الله. من تابعكم الحين وفاء. معك وفاء. وفاء بتكلم إن شاء الله عن صخور المولد البترول، صخور المصدر. هي تمثل الطبقة الأولى اللي تحت رقم واحد، وهي الصخور الرسوبية، يعني مكونات الطبقة الصخور الرسوبية دقيقة الحبيبات. فيها مواد عضوية تكون قادرة على تكوين الهيدروكربونات. الصخور الطينية والطينية المتصفحة أو الحجر البتروخي والجيري والعضوي والشعاب المرجانية. وهي أول مرحلة في أول مرحلة في تكوين المصيدة النفطية. إن شرط أساسي لتكوينها ولازم تحتوي على مادة عضوية وحرارة، ومع الضغط تتكون مع مرور الوقت. وأترككم مع أخوتي هدى تكمل الهجرة. السلام عليكم. الهجرة هي المرحلة الثانية من تكوين أنظمة النفط، حيث يهاجر النفط من مكان تكونه المصدر الأول وهو صخور المصدر، إلى يكون الضغط مرتفع إلى مناطق أقل ارتفاعاً وهي صخور المكمن أو الخازنة. وممكن النفط أن يهاجر في اتجاه أفقي أو رأسي أو مائل، اعتماد على الفروق الناتجة في درجات الضغط، وهو من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. وهناك أسباب تؤدي إلى هجرة النفط، وهي تضغط
صوت الرواسب، الضغط المائي، ضغط الغاز الطبيعي، الحركات الأرضية العنيفة التي تسبب طيات، وعندنا قوة الإزاحة الأعلى والخاصية الشعرية. وهناك أنواع للهجرة، وهي الهجرة الأولية والهجرة الثانوية. وسوف تستكمل زميلتي نوف صخور الخازنة أو المكمن. السلام عليكم، راح أتكلم عن صخور المكمن أو الخازنة. بعد هجرة النفط من صخور المصدر انتقل إلى صخور الخزان، هي رسوبية في الغالب منفذة ومسامية، لذلك تقوم باختزان النفط. خواص صخور المكمن: النوع الصخر يجب أن يكون مسامية وانفاذية. المسامية هي الحجم الكلي للفراغات بالنسبة لحجم الصخر. أنواع المسامات: مسامات أولية تكون مع نشأة الصخر، ثانوية تنشأ بالصخر بعد اكتمال ترسبه وتكوينه بفعل الذوبان أو التكسير أو تحلل هياكل البقايا الحيوانية. آخر شيء عندي النفاذية، هي قدرة الصخور على إمرار السوائل من خلال مسامياتها. تدل على شنو؟ على خصائص السائل من لزوجة وكثافة، حجم الحبيبات وشكل الحبيبات، الضغط الواقع على السائل. بس راح تكمل زميلتي هاجر. السلام عليكم، راح أتكلم عن صخور الغطاء. هي عبارة عن طبقات صخرية تغطي الخزانات النفطية، ليس لها نفاذية أو مسامية، وتتكون هذه الصخور بشكل رئيسي من المتبخرات الأنهيدرايت والجبس والصخور المحلية أو الطف. والحين بتكمل معكم زميلتي هيا. السلام عليكم، راح أتكلم عن المصيدة النفطية، وهي المرحلة الأخيرة، هي المسؤولة عن تجميع النفط بكميات كبيرة. عندنا ثلاث أنواع من المصائد: عندنا التركيبية، وهي عبارة عن طيات مصائد صدعية وطيات، وعندنا الترسيبية، وهي عبارة عن مصائد طبقية وقبب ملحية، وعندنا المركبة اللي هي عبارة عن نوعين أو أكثر. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الحين نرجع حق بشرة، أنا بمحتج. أوكي، يعطيكم العافية. بشرة، منو اللي معاش رح يقدم؟ أنا دكتورة. منو معاي؟ جواهر، أنا بشارك الشاشة. طالع الشاشة بنا. واضح بنا؟ نحن ما فتح عندنا الموقع، بس نبي الموقع تخلين عليه. واضح الحين؟ نعم. السلام عليكم، معكم مجموعة الزمرد. أول شيء نعتذر، كان المفروض نقدمه لما بدينا تطبيق، لكن رهبة الشرح خلتنا نطبق مباشرة. نتكلم عن المختبر الافتراضي كمراجعة سريعة، هي بيئات تعلم وتعليم إلكترونية تفاعلية يتم من خلالها محاكاة المختبرات الحقيقية كأننا بالمختبر التقليدي السابق، بتطبيق التجارب العملية بشكل يحاكي التطبيق الحقيقي بتجربة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والعمل المخبري والجماعي لدى الطلاب. قدمت لكم أنا تطبيق عملي على معدن ماجنيتايت، وهذه كانت البيانات. بعدها شرحت زميلتي دانا معدن البايرات وطبقت تطبيق عملي. والحين أترككم مع بشرة تتكلم عن صفات الجدول. السلام عليكم. هلا بشرة. جواهر بس حطها على السلايد الثالث لأنه مطالع اللي حاطه لي. معدن المغنيسات. تمام. إيه معدن المغنيسات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معدن المغنيسات طبقت عليه بالمختبر الافتراضي زميلتنا جواهر، وأنا سجلت معها النتائج اللي طلعت معانا بالمختبر.
أول شيء عنه هو معدن الماغنيتايت، يتميز باللون الأسود البريق الفلزي والمخدش الأسود، لا ينجذب بالمغناطيس ولكن لا يتفاعل مع الحمض الـ HCl. الصلادي من 7 إلى 8، هو تقريبا كمان 6.5، بس لأنه في مقاييس موهس مو كلها موجودة كانت عندنا بالمختبر الافتراضي، فقربناها من 7 إلى 8. المكسر لا يوجد. المكسر يعتبر كمل معي زميلة دانا. المكسر يعتبر غير نعم. غير منتظم. غير منتظم. يصير مجدد. بايرايت. البايرايت. البايرايت راح تكملوا دانا. ما في دانا الشرف. البايرايت مثل ما طبقته بالمختبر الافتراضي، لونه ذهبي، البريق فلزي، لون المخدش لما حكينا بلوح المخدش طلع لون مخدش أسود، المغناطيس لا ينجذب المغناطيس وما يتفاعل مع الحمض اللي كان معانا الـ HCN. الصلادة من 7 إلى 8، احنا قلنا تقريبا 5 أو 6. والمكسر غير منتظم. الحين ديما راح تقول أهمية المختبر الافتراضي. السلام عليكم، معكم ديما. طبعا عندنا أهمية كثيرة ولكن حاولت أني أختصرها في أهم 5 نقاط. النقطة الأولى، ساعدة المختبر الافتراضي على حل مشكلة نقص الإمكانيات. طبعا كلنا لاحظنا أن كان عندنا نقص في الموارد، فالمختبر الافتراضي ساعدنا أن إحنا نغطي على هذه النواقص. وعندنا أيضا مساعدة المعلمين والمتعلمين على استذكار وتحضير التجارب المختبرية في أي وقت، إنه تكون مثل مرجع لنا نقدر نراجع الخطوات والتجارب العملية. عندنا أيضا دعم العملية التعليمية وتقليل كفالتها والمساهمة في التعاون والتبادل الأفكار بين الطلاب لبعضهم البعض. وأيضا النقطة الرابعة، تنمية المواهب الإبداعية، الطالب يقدر يطلع الإبداع أكثر من المختبر. وأيضا عندنا هلا دعم العملية التعليمية وتقليل كفالتها تكلفتها هي المفروض تكلفتها عفوا أوكي. وعندنا النقطة الخامسة، تقدير أهمية دمج التكنولوجيا المعلومية بالجامعات، يعني دمجت بين المختبر التقليدي بس بالتكنولوجيا. وتكمل معاكم زميلتي. سلام. هلا دكتورة، بس ما طلع عندي شريحة خامسة. دقيقة بس. من اللي ماسك الشرايح؟ دكتورة أنا بس علق معاي الشاشة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاستفادة من المختبر الافتراضي أتاح لنا المختبر الافتراضي معرفة الصفات التماسكية والبصرية للمعادن المتوفرة عندنا، مثل ما جروا البنات قبل شوي عرفنا الصفات مثل المخدش البريق المغناطيسية وشفنا الصلادة. وفر للمتعلمين مناخاً علمياً مشوقاً، يعني صار اللاب مثل اللعبة ما نزهق من عنده، والمفاهيم وأعطته القدرة على تصور كثير من المفاهيم التي يصل علينا أن نتخيلها. لو إحنا الحين في الجيولوجيا عامة توقفت فينا الدراسة بسبب جائحة كورونا، قبل لا نعرف شنو هو المخدش وشلون نعرف الصلادة، لو تشرح لي اياهم يومين ما راح أعرف شنو هم. مثل ما يقولون، قل لي سوف أنسى، أرني قد أتذكر، أشركني سوف أفهم. وبالمختبر الافتراضي كلنا اشتركنا وعرفنا شلون نطلع كل الصفات بنفسنا. طبع على مشكلة التزاحم على الأدوات أثناء التجربة. طبعا أنا واحدة من الناس للأمانة ما كنت أفر على العينات ولا أشوفها بسبب كثرتنا، ولازم أنطر دور عشان أشوف كل عينة. الاستفادة من المختبر الافتراضي، زيادة التحصيل العلمي، صار المختبر معانا أقدر أفتحه بأي مكان وبأي وقت وأشوفه وأتدرب عليه. وأتاح لنا المختبر الافتراضي ممارسة التجربة العلمية خطوة بخطوة مع إعطاء تغذية راجعة. يعني كنت أشرح شيء إذا نسيت أرد بسرعة وتذكره بالخطوة اللي قبلها وبس. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، ما قصرتوا.